جميلة جدا صدقوني، هي وصفة روعة وطعم طعم أروع. مرحبا بكم، مرحبا نسيمة كوكينج، أهلا بيكم في قناة نسيمة كوكينج. النهاردة إن شاء الله جبت لكم حلوى جزائرية اسمها العينيات، هي حلوى بلدية اقتصادية وجميلة جدا. الوصفة بتاعتنا هنحتاج هنا عندي 250 جرام بيضة طرية ولا مارجرين، عندي هنا معلقة أكل حليب بودر لحظة أو حليب مجفف، عندي نص كوب سكر ناعم سكر بودر، عندي كوب فول سوداني كاوكاو، عندي كوب نشا لا مايزينا، عندي 3 اكواب طحين. هنا هنحط 3 مبدئيا، انا حسب الطحين بتاعك ممكن تستخدم اكتر ممكن اقل. عندي بيضة واحدة، وعندي كيس بيكنج باودر، خامة الحلويات وزن 10 جرام، وعندي طبعا فانيليا، وانا عندي هنا عطر اللوز الحر الحلو عفوا، انا هستخدم شويه منه بس ده اختياري. بالنسبه كمان للحليب المجفف حليب باودر اختياري برضو، لو انت ما عندكيش ممكن تستغني عنه لان بس هو بيحسن بيطلع اكتر الحلوه بتاعتنا. قبل ما نمر لطريقه التحضير ما تنسوش اللايك والشير، لو انتوا اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد بنزله. يلا بينا نمر لطريقه التحضير. في اناء هنحط الزبده بتاعتنا 250 جرام، هنحط معاها سكر بودر السكر جلاس، هنضرب الخلاط لحد ما نمزج المكونات مع بعض، نضيف البيضه معاها الفول السوداني كاوكاو. هنا الفول السوداني او الكاوكاو محمص ومطحون، انا عملت نص قشر ونص من غير قشر. هضيف الفانيلا واللوز، هنضيف حليب بودر لحظة، هنمزج المكونات كويس. هنا هضيف النشا، هنا انا خلاص هستغني عن الباتيغ المطلب. هنحط الطحين، هنضيف اول كوبين عادي دفعة واحدة، والكوب التالت هنضيفه بالتدريج ونشوف اذا هيحتاج معانا اكتر او اقل. هحط البيكنج باودر، هضيف نصه بس، لازم كده نختفي بالطحين لقوام العجينة. نعم أغطيها أسيبها ترتاح شوية، صبتها بكيس بلاستيكي عشان ما تنشفش، عشان العجينة اللي فيها فول سوداني تنشف بسرعة. هنا هاخد جزء من العجينة، من الجزء التاني اغطيه عشان ما ينشفش، من زي ما قلت لك العجين فيها الكاكاو ينشف بسرعة. من هنا بالحلال او شوربك بكتر، انا هستخدم الحجم ده على شكل هلال. هي هتنتفخ مع التسوية. هنا كل ما نشيل واحدة احطها في بياض البيض، عندي هنا بياض بيض، وعندي فول سوداني محمص مطحون خشن.
هنا انا احطها هنا بس بالراحة عشان العجينة طرية جدا، نشيلها بالراحة متتحتاش معانا. مباشرة نحطها في الفول السوداني. هنا بالنسبة للفول السوداني كوكب ممكن او مش متوفر عندها، ممكن تستخدم جوز الهند. يعني بدل ما تحط كوب فول سوداني جوه العجينة تحط كوب جوز هند، ومن فوق برضو تعمل نفس الطريقة بس بجوز الهند كده. كده انا هحطها في الصينية على ورق زبدة او دهني الصينية بتاعتك. انا هكرر نفس العملية مع كل العبات اللي عندي. هنا يمكن تعملي الفول السوداني برضو من غير قشرة، مش عايزة بقشرة. انا هنا خليط في نفسه بالقشرة ونفسه مثل. اذا انا هكمل الحباية بتاعتي بنفس الطريقة وعايزة اقول لكم تاني. اذا انا هنا بعد ما كملت الحلوة بتاعتي في فرن وشغلته مسبقا على 160 درجة، احطهم وارجع لكم تاني عشان نكمل الوصفة بتاعتنا. الحلوة بتاعتي استوت مباشرة وهي سخنة، نحطها في الغسيلة. ممكن تشتريها بس دي مصنوعة في البيت، هبقى نعمل عليها بيت ان شاء الله. نحطها على ورق زبدة في الصينية تتقطر. إذن كده هكمل باقي الحلوى اللي عندي، هسيبهم يتقطروا كويس وارجع لكم عشان نزينه. هنا الحلوى بتاعتي بعد ما فابت العسل كويس، الكمية طلعت لي هي مطلعة 63 حبة. هنا ممكن تخلوهم زي ما هما، وعايزه تزينيهم انا هزينهم بالشوكولاته، هعمل خطوط شوكولاته. انا هدوب بالشوكولاته على حمام مائي وارجع لكم. هنا دوبت شوكولاته، حطيت عليها معلقه زيت في القلم، وباي كيس حلوان عندك تفتحيه حته صغيره. كده نعمل خطوط. إذا أنا كده أكمل باقي الحلوة بتاعتي وأرجع لكم في صحن التقديم. إذا الوصفة بتاعتي جاهزة، بعد ما حطيت الشوكولاتة سبتها تنشف. هي وصفة جميلة جدا اقتصادية، أتمنى تجربوها هتعجبكم ان شاء الله. هي صراحة حلوة جدا جدا. خلينا نشوف حباية مع بعض من شكلها. جميلة جدا صدقوني، هي وصفة روعة، الطعم طعم اروع. اذا هي دي وصفتي النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم وتجربوها وتردوا لي في الكومنتات. لو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات او ادخلوا على انستجرام، الرابط هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. والمقادير هكتبها بالثلاث لغات زي ما متعودين في الديسكريبشن برضو في صندوق الوصف. وشكرا لكل الناس اللي بتدعمني وبتشجعني في كل مكان. وكده يكون الفيديو بتاع النهارده انتهى، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. متنسوش اللايك والشير عشان تدعموا القناه، لان التفاعل فيها بصراحه ضعيف، ضعيف جدا. سلام.